يسعد أوقاتكم جميعاً. في البداية بتمنى لكم الصحة ودوام العافية، وبنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج The Trainer. في هاي الحلقة راح نستكمل الحديث والشرح والتدريب عن أجزاء عضلة الكتف. سبق وحكينا عن الكتف الأمامي، الجزء الأمامي من عضلة الكتف. في هذه الحلقة راح نحكي عن الجزء الجانبي من أجزاء عضلة الكتف. أهم النقاط حول عضلة أو الجزء الجانبي من عضلة الكتف هو أن هذا الجزء الجانبي أكبر أجزاء عضلة الكتف. هذه نقطة مهمة جدا لازم ندركها في أداء عضلات الكتف. النقطة الثانية أنه حدوده يفصل البايسبس عن الترابيز في المنطقة الوسطى بين البايسبس والترابيز. النقطة الثالثة مبدأ آلية الحركة لهذا الجزء أمامي وجانبي وخلفي، يعني يعمل على جميع الاتجاهات، وهي نقطة ثانية لأهمية هذا الجزء وأهمية تمريناته. نقطة أخيرة نحكي فيها عن الكتف الجانبي، آلية استهداف هذا الجزء في الصالة الرياضية آليتين، آلية رفع الوزن وآلية دفع الوزن. راح نشوف تمرينات بالشرح على آلية رفع الوزن ودفع الوزن في هاي الحلقة بالطريقة الصحيحة، وذكر أهم النقاط على كل تمرين لتحقيق الفائدة وللابتعاد عن الإصابة. خليكم معنا. أول تمرين راح نستخدمه لاستهداف الجزء الجانبي من عضلة الكتف هو أكثر تمرين مشهور في العالم، اللي هو تمرين الرفرفي بالدامبلز جانباً. راح نحكي عن نقاط مهمة في هذا التمرين. خلينا نشوف التمرين مع محمد على وزن خفيف مشان نتقن التمرين بطريقة مناسبة. أهم النقاط اللي لازم نشرحها عن هذا التمرين هي ما يلي: لازم إيدك تبقى بعيدة عن جسمك قدر 10 سنتي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه رفع الدامبلز بده يكون لمستوى الكتف، نشوف مع محمد، هاي مستوى الكتف. بترجع مكانك، ما تريح إيدك للآخر. راسك لازم تحافظ عليه ثابت، مش لقدام ولا لورا، بحيث إنك أنت تبعد عن الإصابة في عضلة الترابيز أو في العمود الفقري، لا قدر الله وهي إصابة وسخة. تمام؟ الكوع مثني للخلف بسيطاً للتركيز أكثر على عضلة الكتف الجانبي. اختيار وزن مناسب جدا لهذا التمرين. هذا التمرين مزبوط بيستهدف عضلة كبيرة من عضلات الكتف، إلا إنه بده وزن متوسط أو خفيف، يعني متوسط وخفيف، ما بده وزن عالي، لأنه وزن عالي راح تعمل نقل حركة للترابيز وراح تعمل لحالك إصابة لابد. التمرين الثاني لاستهداف عضلة الكتف الجانبية راح نستخدم البار W أو البار الزجزاج، له أكثر من مسمى. هذا التمرين لابد من التركيز على نقطتين أساسيات فيه: لازم البار يكون بعيد عن جسمك شوي، لازم كوعك يكون أعلى من مستوى البار أثناء الرفع. سبق وحكينا إحنا في مقدمة الحلقة بأنه استهداف العضلة هاي بيتم من خلال رفع الوزن ودفعه، إحنا هان بدنا نعمل عملية رفع للوزن. خلينا نشوف التمرين بآلية البار W بالرفع. أول شيء بتمسك البار بعيد عن جسمك، ثاني شيء بعيد عن جسمك شوي مشان ما تعملش إصابة، ثاني شيء لما ترفع الكوع بده يكون أعلى من مستوى الكتف، واضح 100%، تمام؟ انزل 100%. هان الكتف الجانبي بيشتغل بشكل أساسي بنسبة 90%. بعض الناس بيلعبوا هذا التمرين للترابيز، ولكن هذا استهداف خاطئ، بحرك الترابيز لابد منه، لا شيء أساسي يعني، ولكن هو هذا لاستهداف الجزء الجانبي من عضلات الكتف الجانبية. نعم صحيح، ممكن استخدام البار المستقيم الدغري بدل البار W، ولكن بحقق الفائدة أكثر البار W من البار المستقيم. لاحظ كيف عندنا وضع الرأس 100% ثابت لفوق، لا لقدام ولا للخلف، وهذا إشي يعني مهم جدا للابتعاد عن الإصابة قدر الإمكان. الشكل الثالث من أشكال استهداف التمرين الجزء الجانبي من عضلة الكتف هو شبيه إلى حد ما بالشكل الأول، يعني شبيه بالتمرين الأول. هذا التمرين ما بنصحش أي شخص مبتدئ، يعني إله من شهر إلى
سني في النادي انه يمارس هذا التمرين، بنصحش اي شخص كان يلعب وقطع لسبب اصابي او غير اصابي ورجع على التمرين جديد انه يلعب هذا التمرين. هذا الشكل من اشكال استهداف الكتف الجانبي ما بنصحش فيه اي شخص مبتدئ في النادي او شخص قطع التمرين بسبب الاصابي او لغيره. هذا التمرين بيركز على الكتف الجانبي بطريقه اعلى من التمرين الاول اللي هو الدامبلز الجانبي، باستهداف الكتف الجانبي مع ميلان قليل في الحركه عن التمرين الاول. خلينا نشوف التمرين مع محمد. اهم شيء انك تثبت ايدك على مكان ثابت في النادي، يعني في الصاله الرياضيه اللي تكون فيها سواء كان ماكينه او حامل اوزان زي هيك الى اخره. انحناء بسيط في الجسم الى الخارج، والتمرين بده يطلع من قدامك، الدامبلز سوري، بده يطلع من الامام الى الجانبي بطريقه طعن بس. هذا التمرين مهم جدا للكتف الجانبي وبيستهدفه بنسبه عاليه اكثر من 95%، ولكن المبتدئين ما بنصحه انه يمارس هذا التمرين. ممكن انه يمارس التمرين بالشكل هذا، يعني يكون الدامبلز بحد جسمك وتطلع طبيعي، تمام، ما في مشكله انك تلعب بالشكل هذا. ولكن التمرين المتقدم اللي احنا بنحكي عنه من الامام الدامبلز بيطلع بطريقه طعن لاقل من مستوى الكتف زي ما احنا شايفين. لاحظ اقل من مستوى الكتف، الاستهداف مباشر. كمل محمد، خلي ايدك دغري، اطلع بالضبط لهون، ما تطلع بالحركة للخلف غلط، ولا تطلع بالحركة للأمام تستهدف الجزء الأمامي، اطلع بالحركة جانبي ممتاز، وارجع بالدامبلز قدامك، بالدامبل قدام الجسم. الشكل الرابع من أشكال استهداف الجزء الجانبي لعضلة الكتف الجانبية هو استخدام الدامبلز على الكرسي زاوية 90 بهذا الشكل. سبق وحكينا هذا التمرين لاستهداف الجزء الأمامي، وحكينا كمان أنه هذا التمرين تمرين مركب، يعني ممكن من خلال استخدام هذا التمرين استهداف الجزء الأمامي والجانبي والخلفي من عضلات الكتف. وحكينا في بداية هذه الحلقة أنه استهداف الجزء الجانبي من عضلة الكتف بيتم بآليتين، الرفع والدفع. هون إحنا راح نحقق آلية دفع الوزن من الأسفل إلى الأعلى باستخدام الدامبلز على الكرسي زاوية 90 بهذه الطريقة، مع شرح أهم النقاط. خلينا نشوف التمرين مع محمد. وزن خفيف لأنه إحنا بدنا نشرح التمرين ممكن نطول فيه، أنت بتشيل الوزن المناسب لإلك في النادي. لاحظ أهم شيء في هذا التمرين أنه يكون في فراغ بين ظهرك. العب محمد توقفش، لاحظ أنه يكون في فراغ بين ظهرك وبين كرسي وبين الجلد تبع الكرسي للمحافظة على سلامة الظهر في النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه يكون الدامبلز تحت مستوى على مستوى الأذن، على مستوى الأذن، بحيث إنك ترفع بشكل عمودي مع ضم الدامبلز إلى الداخل قليلا، يعني مش أكثر من هيك. نلاحظ هنا الدامبلز ما يقدمش أكثر من هيك للاستهداف المباشر للعضلي الجانبية للكتف. نلاحظ الكوع عندنا بنزلش اقل من مستوى الكتف، هي الكتف هون، هي مستوى الكوع، بنزلش اقل من هيك. هذا التمرين مهم جدا لاستهداف الجزء الجانبي من عضله الكتف، ولكن بطريقه كثير عقلانيه، يعني ما بيلزم ترفع وزن عالي كثير في هذا التمرين مشان يعني ما يصيرش عندك اصابه قاتله في الكتف. رح ننتقل هسا من استخدام الدامبلز والبار لاستهداف الكتف الجانبي إلى المواكن الكيبل. رح نستخدم الجهاز الكيبل كروس لاستهداف الجزء الجانبي من عضلة الكتاف، وكمان ماكينة ثانية لاستهداف هذا الجزء. رح نشوف التمرين الأول مع محمد لاستهداف المنطقة الجانبية بعضلة الكتاف على الكيبل كروس بهذه الطريقة. لاحظ أول شيء لازم تكون إيدك ثابتة على جهاز الكيبل كروس بحيث إنك تزيد التركيز على منطقة الكتف. الحركة بتكون من أمام الجسم إلى أدنى مستوى، إلى أقل من مستوى الكتف بدرجة، يعني ما يرفع الوزن فوق مستوى الكتف ولا ينزل كثير. هذا التمرين مهم جدا، أداؤه لابد منه في النادي، ولكن المبتدئ ما بنصحوش يلعب هذا التمرين إلا بوجود مدرب للإشراف على أداء التمرين علشان نبعد عن الإصابة لا قدر الله. We'll be right back.
آخر تمرين راح نستهدف من خلاله الجزء الجانبي من عضلة الكتاف، الجزء الجانبي، هو استخدام هذا الجهاز. إحنا بنسميه في النادي رفراف جانبي أو ماكينة الكتف الجانبي. ممكن هذا الجهاز ما يكونش موجود في عدد من الأندية، ولكن في الوقت الحالي اللي إحنا فيه أغلب الأندية هذا موجود. من ميزات هذا الجهاز إنه بعطي تركيز أعلى على عضلة الكتف الجانبي، ولكن لازم يكون أداء التمرين بهذا الشكل. خلينا نشوف مع محمد. لاحظ المستوى الكتف، أهم نقطة في هذا التمرين العب. خلص هيك غلط، تمام؟ هيك غلط، ما بصير ترفع إيديك فوق مستوى كتفك، لازم يكون الجهاز على مستوى الكتف أقل درجة. ارجع كمل تمرين 100%، تنهيش الحركة، تقتلهاش، لا تنهي الحركة تحت ولا تنهي الحركة فوق. ما يكونش التمرين سريع بحيث انك انت تشعر بالعضلة، يكون في استفادة اكثر، بطيء بشكل هذا. صدرك يكون على السفنج تبع الجهاز اللي قدامك، وكعتك تكون بشكل مستقيم، وثبت رجلك على الارض لتعطي ثبات اكثر، وبالتالي استفادة اكثر وتركيز اكثر في هذا التمرين. بتعمله بنفس التكرارات، بنفس الجولات لاي تمرين ثاني. في فقرة التغذية في لهذه الحلقة رح نتناول الدهون. رح نحكي عن الدهون بثلاث نقاط أساسية مهمة للغاية. النقطة الأولى إنه نسبة الدهون في البرنامج الغذائي ما لازم تقل عن 20% ولا تزيد عن 35% من مجموع السعرات الحرارية اليومية. أي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي لابد ذكرها إنه إذا قلت نسبة الدهون في البرنامج الغذائي اليومي عن 20% رح يصير في خلل في الحمية الغذائية أو البرنامج الغذائي اللي أنت ماشي عليه. فمفروض ما تنزل عن 25% وما تزيد عن 35% برضو للعلم. تقسم الدهون من حيث المنشأ أو من حيث المصادر إلى قسمين، الدهون النباتية والدهون الحيوانية. الدهون النباتية رح نذكر أكثر إشي مشهور وبيعرفوه الناس، اللي هي الأفوكادو، زيت الزيتون، زبدة الفول السوداني، زبدة جوز الهند، متوفر. ما بنصحش أي شخص سواء كان لاعب أو غير لاعب إنه يلجأ للدهون الحيوانية، النباتية أفضل بكثير. في نقطة مهمة لازم نحكي فيها بتخص الرياضة بشكل خاص، إنه في عدد من الأحماض الأمينية بيذوب في الدهون وبيوصل للعضلة من خلال الأحماض الدهنية. يعني إذا برنامجك الغذائي ما كانش فيه دهون كافية راح يصير في نقص في وصول الأحماض الأمينية للعضلة، بالتالي تكمن أهمية الدهون في إنها طريق من طرق توصيل الأحماض الأمينية للعضلة، بالإضافة للفوائد والأهمية اللي ذكرناها سابقا. يعطيكم العافية وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية، واستنونا في حلقات قادمة.